الرواق الايسر الى توماسوف، يعدي توماسوف، ممكن يجرب في هذا المكان، تحضير الى اياله، تحضير من اياله، تسديده حاضره الان، وبعد ذلك خالد الطريس يشير على ركله جزاء. ركله جزاء ثانيه للنصر من شافي الدوسري، تحضر بلمسه يد للمره الثانيه من شافي الدوسري، او هذا الخطا اللي كان على شافي الدوسري، لكن في هذا المكان في الإعادة باللقطة البطيئة لصالح النصر. توماسوف في الجول، توماسوف في الجول لصالح النصر، ثالث الأهداف النصراوية تحضر عن طريق الكرواتي توماسوف، والنصر ما عليه خوف من أجل المنافسة والبقاء في المنافسة على دوري جميل. يحضر الآن الأنيق والجميل الكرواتي توماسوف ليضيف ثالث الأهداف النصراوية في